به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فاسق، من قطع الرحم فاسق، لأنه يقطع ما أمر الله به أن يوصل. فاسق يعني فاسق. هو الأول تسمع الآية كده، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عمره ما يكون المؤمن زي الفاسق أبدا. فالفسق جاء من خروج التمرة الرطبة أو رطبة من قشرتها، يعني كأن التمرة أو رطبة تخرج من القشرة تتك عليها كده تروح خارج البر. فالذي لا يؤمن بالله فسق عن أمر ربه، وكذلك الذي يقطع الرحم عامدا متعمدا وهو يعلم قول الله وقول رسول الله، هذا فسق عن أمر ربه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ادخل تاني يا عم، امشي مع سفينة النجاة، ما توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. فحتى بينادوا كده الفاسق يقولوا له يا فاسق أو يا خبث، زي يعني يقولوا يا فاسق أو يا فسق، كما بينادوا الخبيث يا خبث. فأسأل الله جل وعلا أن ينجني وإياكم. اوعى تتشبه بالشيطان لما فسق عن أمر ربه. صل رحمك بأمر الله وبأمر نبيك. يا قاطع الرحم صدقني، الرحم تستغيث، واسمع استغاثة الأرحام بتقول لك أنت خسران. ما هي الآية هو بقى، أولئك هم الخاسرون. خسران إيه؟ خسران إيه؟ خسران دنيا ستفنى؟ أكتر من كده يا حبيب، يا ريت حكاية الدنيا وبس. الخسارة هتبقى في كل وقت، الخسارة هتكون في كل وقت، سواء كانت في الدنيا سواء كان في الآخرة، وخاصة بقى لما ينزل ملك الموت وما عادش فيه رجعة، وما عادش فيه هعيد السنة تاني، وما عادش فيه ما احنا قدامنا الدوري الجاي هناخده، وما عادش فيه كالسوبر هناخده السنة الجاي، خلاص خلصت انتهى، ما عادش فيه كرة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص خلصت يا حبيبي، فأوعى تخسر أبدا، لأن هذا الأمر خطير. استغاثة الأرحام، لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يقبل الله جل وعلا عمل من قاطع الرحم لا صيام. ده احنا جاي لنا رمضان بقى، ما تسدش نفسنا مولانا، ده احنا كنا متوسمين خير أن يغفر الله جل وعلا لنا في رمضان ما تقدم من الذنب، وإن احنا نحصل على خير عظيم يثقل الميزان. لا صيام مقبول، ولا حج ولا صلاة ولا صدقة ولا زكاة، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ممن قطع الرحم. يا عم زي ده احنا بيقولها في الكلام العامي، داخلين على يوم مفترجة يا عم، خلص النية يا عم، ده انت يمكن على ما تروح للرحم يكون مات، وممكن انت على ما توصل له تكون موت. خلص النية وروح. يعني ايه ما يقبلش الله مننا صرف ولا عدل؟ انت هتألف من عندك ولا من عند ابيك؟ الله يرحم ابي وابيك، امين يا رب، ويرحم الوالدين جميعا يا رب، ده والله ما من عندي ولا من عند ابويا، انما من عند النبي محمد، من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الامام احمد في مسنده عن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجال الحديث ثقات، وصحح الحديث الدكتور احمد شاكر. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن النبي محمد، قال النبي ان اعمال بني ادم تعرض على الله في كل خميس ليله الجمعه، ان اعمال بني ادم تعرض على الله في كل خميس ليله الجمعه. ركزي كده يا امي، ركز كده يا ابي، ايها الاخوه الاحباب ركزوا، ان اعمال بني ادم تعرض على الله في كل خميس ليله الجمعه، فلا يقبل عمل
قاطع رحم ترد، كل اللي عملته راح. ده انت عملت حاجات فعلا لو اتحطت في الميزان تثقل. طيب يا مولانا، بس عاوزين نقول كلمتين كده عشان ما تودوناش ورا عين الشمس زي ما بيقولوا. انت كل الكلام ده هيروح في الهوا، ممكن تثقل به الميزان. طب امتى؟ لما تصل الرحم. طب كل اللي كان مركون ينزل في الميزان. تخيل كم سنة انت قطع رحم وعملت من الخيرات كتير ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله، من الحسنات طبعا، من الحسنات طبعا، لأن انت مش عارف انت خدت عليه حسنات قد ايه، بس ما تحطتش في الميزان. ممنوعة يا حبيبي، مش مكتوبة. أول ما تصل الرحم السلام عليكم، أو توصل له وتسلم عليه حتى لو طردك، كل اللي كان ورا السد هينزل في ميزان الحسنات، يتقل الميزان وتبقى من أهل الجنة. ولا يهمك دنيا،